مساء الخير واهلا بحضراتكم، حلقه جديده من حلقات دوز بنزين. حلقه النهارده عندنا فيها عربيات كتير واخبار كتير تخص سوق السيارات المصري والعالمي ان شاء الله. كمان عندنا خبرين كده هيعجبوكم. خلينا نبدا حلقتنا كده على طول بحاجه من الحاجات الحلوه اللي دايما بتبقى كده، في ايه يقولك في اقدام. فيمكن مع بدايه دوز بنزين على شاشه تم عدنا الى التكريمات، وكنت مبسوط قوي. يمكن مهرجان القنوات الفضائيه من المهرجانات المحترمه جدا اللي على مدار تاريخ دوز بنزين قدرنا ان احنا نكون موجودين معاه بتكريمات مختلفه. فتوقفنا شويه عن التكريمات وعدنا تاني مع بدايه دوز بنزين على شاشه تن، ويمكن حضراتكم الدعم الكبير اللي انتوا بتعملوه لينا ودايما موجودين معانا بشكل كبير جدا هو اللي دايما مخلينا موجودين زي ما نقول كده بلغه سباقات العربيات على منصه التتويج رقم واحد. فالحمد لله، شكرا لحضراتكم وشكرا لدعمكم وشكرا للتصويت بتاعكم وشكرا لاهتمامكم عشان نكون موجودين، وشكرا لقناتي قناه تن على الدعم الكبير اللي عملته معانا في المهرجان وخلال الفترة اللي احنا ابتدينا فيها دوز بنزين على شاشة تن، وان شاء الله مكملين وان شاء الله للأحسن وتكريمات اكتر وبطولات اكتر بإذن الله. فشكرا لحضراتكم وشكرا لكل اللي واقفين جنب دوز بنزين عشان يفضل موجود بالشكل اللي يليق بالمشاهد المصري والمشاهد العربي في كل مكان. النهاردة معايا ضيف، خليني اقول لحضراتكم كده، انا بحب جدا النماذج المغامرة والنماذج اللي دايما بيحارب عشان يوصل لفكرة معينة او هدف عنده. خليني اقول ضيفي اللي هيكون موجود معنا على التليفون دلوقتي مغامر مصري بيحب الموتوسيكلات وبيحاول يعمل حاجة مختلفة يرفع بيها علم مصر ويحقق ذاته بشكل كبير جدا بنجاح مختلف ما حصلش قبل كده. تحدياته دايما بتكون مختلفة، واختياراته للتحديات اللي بيعملها بتكون مبنية على أسس وفي نفس الوقت صعوبة وتحدي. معايا على التليفون المغامر المصري علي عبده اللي ليه إنجازات كتير جدا وكلها مختلفة، وتيجي تفكر فيها هو ازاي بيعمل الموضوع ده. خلينا نرحب بعلي. مساء الخير يا علي. ازيك يا تامر، عامل ايه؟ مساء النور. ايه الاخبار، عامل ايه؟ انا الحمد لله والله كله تمام. مبروك وصولك لتحقيق رقم جديد في موسوعة جينيس ريكورد. الله يبارك فيك يا تامر. يمكن كان ليك الحظ قبل كده ودايما عندك مغامرات مختلفة وقدرت تحقق أرقام وقدرت ان انت تكون جوه الموسوعة ودخول موسوعة جينيس ريكورد، وتحضركم عارفين من الحاجات اللي مش سهلة خالص، معايير مختلفة كبيرة، تدقيق، لازم تكون عامل حاجة تستحق الدخول الى هذه الموسوعة، وفي نفس الوقت ما تبقاش حاجة عادية، عندهم تقسيمات كتيرة. ففي مثلا هو ايه احسن واحد بيربي ضوافره، دول في جنب تاني دي حاجات دمها خفيف لكن بتخش موسوعة جينيس ريكورد. لكن في ناس مغامرين بيعمل حاجة مش سهلة، مش اي شخص يقدر يعملها، وفي نفس الوقت لما ييجوا يقعدوا يبصوا يشوفوا الرقم اللي بيعمله ده يلاقوا فعلا انه مش طبيعي ان شخص عادي يعمل ده بالمقاومات اللي موجودة. كلامي مظبوط ولا لا؟ مظبوط يا تامر. الرقم الاخير ده شغالين عليه بقالنا 18 شهر تقريبا. 18 ولما دي تحسبها بالعقل هو مستحيل ان هو يتعمل في مصر لاسباب فنيه كتيره. الرقم اللي انا عملته ده كان بموتوسيكل كهرباء، وعشان تقدر تعمل رقم قياسي بموتوسيكل كهرباء في 24 ساعه محتاج موتوسيكل بمواصفات خاصه، مفيش غير براند واحد في العالم اللي بيقدم المواصفات دي. خلينا نشرح برضو لكل المشاهدين كده، انت سوقت موتوسيكل كهرباء لمدة 24 ساعة قطعت بيه مسافة قد ايه؟ عملت بيه 919 كيلو. 919 كيلو في خلال 24 ساعة في طريق مغلق. في طريق مغلق، يعني مش سفر من مكان لمكان، لا ده هو طريق رايح جاي تراك مسافته 8 كيلو تقريبا. عملت فيه 113 لفة خلال ال 24 ساعة. انا عجبني ان انت اخترت مكان مدينة العالمين الجديدة، مكان من الاماكن الرائعه اللي ان شاء الله هتبقى مستقبل كبير لبلدنا، وان انت عملت الرقم ده جوه مدينه العالمين الجديده. مدينه العالمين الجديده من الاماكن اللي احنا كنا بنفكر فيها، والحقيقه لما رحت اعين المكان واشوف الطريق انبهرت بيها بصراحه. مدينه العالمين حاجه
حاجة عظيمة جدا بتحصل في مصر وحاجة رائعة. وبنتهز الفرصة بقول لكل الناس إن مدينة العالمين مفتوحة لأي حد عايز يزورها. مفيش أي تصاريح ولا تيكتس ولا أي حاجة في أي حاجة. لو أنت معدي ادخل اتفرج على مدينة العالمين وشوف اللي بيحصل فيها. هايل. المكان هناك مبهر جدا يعني. احنا شايفين دلوقتي الصور لما الليل بقى بدأ يجي عليك. انت بدأت تسوق الموتوسيكل 24 ساعة سائق الموتوسيكل من الساعة كام ابتديت؟ بدأت الساعة 10 و17 دقيقة الصبح وخلصت ثاني يوم. برضو خلينا نشرح اكتر الموضوع. ما كانش متواصل، انت بتقف تشحن الموتوسيكل صح؟ بشحن تقريبا كنت بمشي مثلا ايه رينج 140 كيلو او 130 كيلو متواصل. وبعد كده بنشحن الموتوسيكل واكمل تاني. موضوع شاق برضو مش سهل خالص. جدا. كمان الفكرة ان انت محتاج تحافظ على الباور بتاعك وعلى تركيزك وفي كل التفاصيل، كمان مش تركيزك في السواقة بس، لمدة 24 ساعة. يعني حتى في الوقت اللي ما كنتش بسوق فيه كنت برجع بقى للتيم اللي معايا والناس اللي شغالة على بقية التفاصيل، اراجع معاهم حاجات خلصت حاجات ما خلصتش، اتأكد من تفاصيل معينة. فهو انت شغال 24 ساعة الموتوسيكل بس هو اللي بيروح يشحن ويجي. بس كنت بقول لك ان تنفيذ الحدث ده في مصر انجاز في حد ذاته. اول حاجه بالمناسبه الرقم ده ما تسجلش في العالم قبل كده، ده اول مره يسجل في العالم، لان الرقم فيه تفاصيل فنيه كتيره صعبه. محتاج موتوسيكل بيدعم الشحن السريع، وهو ما فيش غير براند واحد عالمي هو اللي بيعمل حاجه زي كده، ومحتاج محطه شحن سريعه كمان. وزي ما انت عارف مصر لسه داخله موضوع العربيات الكهرباء قريب، محطات كتيره موجوده بس مش معظمها محطات شحن سريع. ولازم المحطه دي تبقى في مكان قريب من التنفيذ عشان ما تضيعش وقت في الذهاب والعوده للمحطه. ومحتاج كمان طريق كويس ومقفول. كل نقطه منهم محتاجه شغل وترتيبات خدت وقت كتير جدا يعني. طبعا عايز اقول لك بره، رغم ان هم بداوا من قبلنا بكتير في الكهرباء والقصص دي كلها، الرقم ده لم يسجل في العالم قبل كده لصعوبات كتيره جدا فيه. صعوبات فنيه وصعوبات في التخطيط وصعوبات في التنفيذ. فالحمد لله يعني الواحد مبسوط جدا بالانجاز دوت، ان هو يعني يسجل حاجه باسم بلده اول مره تحصل في العالم يعني. انت دايما بتحب تعمل حاجات مختلفه وبتحب تعمل ارقام مختلفه، وسعيد ان انت دايما بتختار انك تعمل حاجه ترفع بيها علم مصر ونبين صورة حلوة. انا مبسوط ان احنا بنتفرج على مدينة العالمين، بنتفرج على بطل مصري بيعمل حاجة رقم عالمي بيخش موسوعة جينيس ريكورد، واول مرة يحصل في العالم حاجة زي كده. فالصورة متكاملة بجد. بحييك والله يا علي، انت دايما دايما متكر. عايز اضيف حاجة كده تانية، احنا عملنا اصلا كل الايفنت ده ليه؟ عشان نروج لاهداف التنمية المستدامة في مصر. يعني هو مش مجرد ان هو رقم قياسي او تحدي بشري رياضي وخلاص، لا، ده الريكورد نفسه الايفنت نفسه كان معمول عشان نعرف الناس يعني ايه اهداف تنميه مستدامه في مصر. زي ما انت عارف اهتمام الدوله الفتره الاخيره بالتنميه المستدامه وكلام الرئيس عليها وحاجات كتيره جدا بتحصل في مصر ليها علاقه بالتنميه المستدامه. فقررت ان انا استغل الزخم واهتمام الناس بالتحديات اللي زي دي والاحداث العالميه ان انا ابدا اوصل لهم رساله عن اهداف التنميه المستدامه. كنت كل ساعه بلبس تيشيرت عليه هدف من اهداف التنميه المستدامه. كنا بنتصور عاملين بوردات مكتوبه عليها اهداف التنميه المستدامه. شايف احنا بنتفرج على الصور معاك واحنا بنتكلم، بجد حاجه برافو برافو والله. وبرضو عايز اقول لك التركيبه دي ما حصلتش في العالم قبل كده، يعني ما فيش اي حد عمل اكتيفيتي زي دي في العالم قبل كده عشان دعم اهداف التنميه المستدامه او عمليه التنميه والوعي عموما يعني. فالحمد لله يعني الواحد مبسوط جدا باللي حصل، رغم ان يعني الواحد تعب جدا فيه. انا بقول لك من شهر 2 السنه اللي فاتت تقريبا شغالين في القصه دي. ما شايف كمان انت شغال كمان جسمانيا، انت خسيت جامد قوي. دي حقيقه، خسيت برافو كتير. برافو. الحمد لله. بس عايز اقول لك الموضوع، لا كان الموضوع فعلا صعب يا تامر، يعني الموضوع فعلا فيه تفاصيل. طبعا عشان كده انا عايزك في يوم ان شاء الله الحلقه قريبه كده تنورنا في الاستوديو ويكون موجود معايا، نتكلم اكتر ونشرح اكتر واعرف تفاصيل، لان اكيد في كواليس كتير عشان نوصل للمستوى ده. جدا يعني في شغل شهور يعني، يعني ان شاء الله هيبقى في عندنا ماده لطيفه تعجب الناس نحكي عنها. والناس انا واحد من الناس حابب ان المصريين يعرفوا يعني ايه ارقام قياسيه، ازاي يسجلوها، ازاي يكسروا ارقام، لان ده بيساعدنا في الترويج لبلدنا عالميا وتحسين الصوره العالميه عننا. تخيل النهارده احدى المواقع الاجنبيه العالميه يعني فبيقول لك مهندس مصري يسجل رقم تاريخي في موسوعه جينيس. فاهمني؟ مش مجرد رقم وخلاص، بيقول لك حدث تاريخي.
الرقم اللي انا عملته في 2017 في الجونه ده كان معمول في انجلترا ومن قبليه امريكا، ولحد النهارده الحمد لله 5 سنين محدش قدر يكسره في العالم، موجود باسم مصر في موسوعه جينيس لحد النهارده. فبنحاول ان احنا ننشر الثقافه، بنحاول ان احنا نساعد الناس ان هي توصل للانجازات بتاعتها بشكل يفيد الناس اللي حواليها كمان. ان شاء الله بالتوفيق، وانا دايما بحييك وانت دايما مجتهد، وان شاء الله يبقى لينا حلقه قريب. بشكرك جدا المغامر المصري علي عبده. شكرا يا علي. شكرا ليك. شكرا ليك. من النماذج المشرفه، بتحب دايما الواحد لما يشوف حاجه حلوه كده وبطل لازم تديله الدعم ونديله الضوء ونديله كل التغطيه اللي لازم تكون موجوده، عشان باذل مجهود كبير عشان يبقى موجود في مكانه شكلها حلوه باسم بلدنا. وبالتوفيق، عندنا ابطال كتير وان شاء الله ربنا يجعلنا سبب كده ان احنا دايما نلقي الضوء على ابطالنا اللي موجودين. هنطلع فاصل صغير وارجع بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم، عندنا فقرات كتير، خليكم معانا. رجعنا حضراتكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا. هنطير لمكان من الاماكن الحلوة قوي، وخليني اقول لحضراتكم ببقى سعيد قوي لما بنجرب عربية في مكان على ارض مصر حلو. احنا عندنا اماكن كتير شكلها حلو، ومبسوط ان شركات كتير بتفكر انها تستغل زي ما بنقول بالبلدي كده نضرب عصفورين بحجر، اعمل ايفنت دمه خفيف للناس تيجي تنبسط فيه وتجرب عربياتي، وفي نفس الوقت اروح لمكان كويس وخلي الناس دي تتفرج عليه، وخصوصا لو صحافة واعلام هتنقل صورة حلوة جدا. رحنا الى منتجع الجلالة. منتجع الجلالة من الاماكن اللي انا معجب بيها بشكل كبير جدا، واعتقد خلال الفترات اللي جاية لازم يكون عندنا احداث كتير في المكان الحلو قوي ده. منطقة الجلالة فيها مكانين حلوين جدا، في مكان فوق الجبل فوق تبقى شايف كده منطقة العين السخنة والجبال الجميلة والمناظر الطبيعية الحلوة، وفي مكان تاني تحت قريب للبحر برضو تبقى قريب من البحر وشايف الجبال في خلفية رائعة. اعتقد مكان تصوير خطير. طرنا مع شركة سوزوكي، ويمكن سوزوكي كان بقالها فترة كبيرة جدا خليني اقول ايه بعيدة عن الاقاويل. عندهم عربيات حلوة فيها عناصر امان كويسة، في بعض الفئات في بينهم حاجات امن يعني، بس اللي عجبني كانت في الموضوع كله انه اهتم ان عناصر الامان تكون موجودة في اغلبية عربياته، اهتم ان الفئة السعرية تبقى خليني اقول شايف تسعير العربيات على الباكج اللي موجودة فيها كويسة جدا. طرنا قلنا نجرب العربيات ونشوف ايه العربيات اللي متاحة الفترة دي، وايه الجديد اللي بتقدمه شركة سوزوكي، وايه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية، خصوصا زي ما قلت لكم كان بقالهم فترة كده ايه مختفين شوية لكن العربيات موجودة لكن بعيد عن الاقاويل. فقلنا تعالوا نشوف، فتعالوا نطير على الجلالة مع شركة سوزوكي نعرف العربيات الجديدة وايه المتاح، والسنة اللي ما فيهاش عربيات اللي هي بتخلص دي ما فيهاش عربيات هيحصل فيها ايه، واللي ان شاء الله السنة الجاية هيكون فيها ايه. يلا بينا. النهارده يوم مختلف، ويمكن سوزوكي بقالهم فتره طويله جدا مختفيين عن السوق، مش بعربياتهم لكن باحداثهم بالتطورات اللي بتحصل. النهارده سوزوكي قررت تعمل يوم مختلف، جمعت كل العربيات اللي موجوده وقررت انها تدعي كل الصحافه والاعلام عشان يبقى عندنا تيست درايف لكل اللاين بتاع عربيات سوزوكي. هنجرب النهارده تجربه سريعه كده مش مفصله، لكن بعد كده هيبقى عندنا تجربه مفصله لكل عربيه. النهارده احنا موجودين في مكان من الاماكن اللي انا بحبها جدا في الجلالة، والمكان ده من الأماكن اللي بجد محتاج ان احنا نتفرج عليها كتير جدا، خصوصا الجو الحلو والمناظر الطبيعية والشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بلدنا فيها حتت حلوة، فبرافو سوزوكي على اختيار اللوكيشن الرائع ده. خلينا نطلع نجرب العربيات ويلا بينا.
ان احنا ما نوقفش طرح السيارات الجديده ونكمل طرح. وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى العربيات الحمد لله حادت على ثقه المستهلك المصري. استمرينا بعد كده في طرح الموديلات حتى وصلنا الى اخر موديل طرحناه وهو سوزوكي الفيتار. سوزوكي تمتلك من الخبره في تقديم سيارات ذات جوده عاليه بمواصفات اقتصاديه عاليه بتوفير للبنزين بمواصفات امان عاليه جدا. شركه سوزوكي بتلتزم او بتحافظ جدا على سلامه مستخدمي سياراتها من ناحيه عنصر الامان وتوفير الوقود. طبعا شركه موديل موتورز شراكتها مع سوزوكي موتور كوربوريشن امتدت لسنوات طويله. احنا بدانا موديل موتورز كوكيل حصري لسوزوكي في مصر سنه 1975. مستمرين ان شاء الله في دعم براند سوزوكي في مصر. زي ما قلت لكم النهارده يوم بقاله فتره ما حصلش، يمكن بنتقابل بره لكن بقالنا كتير ما تقابلناش على الشاشه. معايا دلوقتي استاذ محمد يونس رئيس مجلس اداره مودرن موتورز وكيل سوزوكي مصر. مبروك اليوم الحلو ده، بقالنا كتير ما تقابلناش في ايفنت لطيف كده. ميرسي يا تامر، انت شرفتنا ونورتنا طبعا، انت صديق يعني العزيز، ربنا يخليك. ميرسي طبعا. الحمد لله النهارده اليوم كان جميل يعني الحمد لله. فكره اليوم النهارده مختلفه شويه، يمكن انا بقالنا كتير عربيات موجوده، طبعا السوق في مرحله صعبه شويه بسبب قله العربيات. خلينا ما نبعدش عن سوزوكي، ومع سوزوكي قول لي اخبار سوزوكي ايه، خصوصا ان النهارده شفنا 7 عربيات موجودين في السوق المصري في الفتره الحاليه. عجبني جدا الاهتمام بعناصر الامان، وعجبني ان في اختلاف في عناصر العربيات اللي موجوده لكل الفئات المختلفه. تمام. بص، هو سوزوكي الحمد لله من بدايه 2020 الحقيقه كانت عندها مجموعه موديلات احنا طرحناها في وقتها رغم ازمه الكورونا وازمه اغلاق المصانع، ولكن احنا اصرنا احنا نطرحها في وقتها بتخاطب شرائح كتيره جدا. يعني احنا عندنا زي ما حضرتك شفت النهارده من اول العربيه الصغيره فالمتوسطه فالاكبر فال7 راكب فالعربيه السيدان بتخاطب جميع الشرائح. عناصر الامان مهمه جدا بالنسبه لسوزوكي. احنا النهارده عربياتنا كلها من اول عربيه خالص صغيره الالتو لغايه اكبر عربيه هي مزوده بال الالتو. مش موجوده النهارده. مش موجوده النهارده، بس طبعا يعني هي معروفه جدا بالنسبه ل يعني 8 عربيات، عشان بقول 7 عربيات هم 8 عربيات الرينج بتاع سوزوكي في السوق. احنا من اول الالتو لغايه اكبر عربيه 2 ايرباج فرامل ABS EBD. التزام سوزوكي تجاه العملاء بتاعها في الامان ده شيء اساسي دلوقتي. كل العربيات بتاعتنا والعميل بقى خلاص دلوقتي دي من الحاجات اللي بيطلبها قبل ما يشتري عربيه. بالظبط. وسائل الامان بقت مهمه جدا، احنا بنحافظ على العميل قبل ما نحافظ على اي حاجه. سوزوكي واخد هذا النهج بقى لها فتره. النهارده احنا عندنا عربيات 8 عربيات بتخاطب شرائح كبيره جدا من المجتمع. بقينا نخش دلوقتي في شرائح احنا ما كناش متواجدين فيها زي العربيات سيدان، عربيات 7 راكب، العربيات SUV. الحمد لله رب العالمين، تجمع النهارده كان هدفه ان احنا نبرز العربيات كلها جنب بعض، مش نعمل لونشنج لكل عربيه لوحدها، لان العربيات نزلت في زي ما قلت حضرتك في اماكن او اوقات مختلفه، وكان فيها اوقات صعبه جدا ايام الكورونا. يعني في عربيات نزلت في وسط الاغلاق واضطرينا ننزلها. فالنهارده احنا بعد ما حزنا على ثقه العملاء الحمد لله مبيعات كويسه جدا الحمد لله من سنه 2020 و21، عملنا النهارده الرينج كامل، ان احنا هنقول للناس الرينج قدامكم كامل. اللي متصدر في السوق دلوقتي هو اختفاء العربيات، في طلب لكن مفيش عربيات. سوزوكي اخبارها ايه في الجزء ده؟ والله سوزوكي هي جزء من العالم، انت لا يخفى عليك ان طبعا هو العالم كله مش احنا يعني بس، يعني مصانع العالم كله طبعا احنا بنهاجم طبعا من يعني احنا بنعذر المستهلك. مستهلك بيشتري عربيات في ظاهره سيئه سيد الاوفر برايس المنتشره دلوقتي في كل العربيات، كل العربيات عليها اوفر وحاجه يعني. بس انا بقول لك الحقيقه يعني في طبعا قله انتاج وتخفيض بنسب كبيره جدا فوق ال 50% في مصانع كتيره، في مصانع كتيره اغلقت بالكامل. يعني عندنا انت عندك عربيات من مصانع مختلفه. في مصانع في بعض الدول لو قلنا على الجزء بتاع اسيا الى حد ما ممكن يكون اشتغل شويه، تخفيض الى حد ما يعني 50% اقل من اوروبا تخفيض من اللي انا طالبه، ولكن اقل من ضررا. لكن عندك في اوروبا مثلا لا، هو اغلاق اغلاق كامل. العربيات الخريطه بتاعتها في الدخول خلال الفتره الجايه، خلينا نقول الجزء اللي جاي من السنه، عربيات سوزوكي اخبارها ايه؟ احنا طبعا على تفاهم دائم وكل يوم يمكن
العموم سوزوكي موتور كوربوريشن. سوزوكي موتور كوربوريشن بتعمل على حل هذه المشكله في اقرب وقت، ولكن هي المشكله النهارده بصراحه ووضوح هي ما بقتش منتج معين. حضرتك عارف العالم كله عالم واحد صغير دلوقتي، بقى المكونات بتيجي من كذا بلد، مايكروشيبس وغيرها. يعني عاوز اقول لحضرتك ان احنا جالنا نوتيفيكيشن بين حاجات تانية ناقصه نتيجه بلاد بدات تغلق، ولكن سوزوكي على التزام ان شاء الله ان هي تحاول توفر على قدر المستطاع الفتره الجايه لغايه اخر السنه. انا متفائل بدايه من السنه الجايه، يعني بداية من يناير هيحصل فراغ كبيرة، ولكن بنحاول إن شاء الله من خلال سوزوكي موتور كوربوريشن بالتعاون معها إن إحنا نوفر على قدر الإمكان خلال لغاية ديسمبر السنة دي. 22 هتبقى شكلها عامل إزاي؟ في عربيات جديدة؟ 22 للقادمة، فرحنا في 21 لسه عندنا في آخر كوارتر في 21 عربية أو عربيتين إن شاء الله موديلين، يعني إن شاء الله نقدر نجيبهم، مفروض موديلين بس إن شاء الله نقدر نجيبهم، موديل SUV وموديل تاني متوسط الحجم، وإن شاء الله 22 في عربيات قادمة من سوزوكي جديدة إن شاء الله. بالتوفيق دايما. بشكرك جدا على اليوم الجميل، وبشكرك على اختيار المكان الحلو ده، لان يمكن المكان ده من الاماكن الجميله جدا، ومنطقه الجلاله من الاماكن اللي بجد الصوره فيها شكلها حلو. فشكرا، انا بحترم ده جدا اللي بيفكر يدور دايما على الحاجه الحلوه اللي نطلع فيها شكل بلدنا. احنا بارت من مصر، ودي احد البقاع الكتيره قوي اللي هي الجمهوريه الجديده. احنا في مصر اختلفت. ميرسي يا تامر، شرفتنا. ميرسي ليك جدا، وشكرا لذوقك، وبالتوفيق، وان شاء الله مستنيين نجرب بقى العربيات التجربه الحقيقيه ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. ميرسي. لسه مكملين مع حضراتكم، وعربيه جديده هتكون موجوده في السوق المصري، وتحديدا مش عربيه واحده، هي مجموعه عربيات من شركه جيلي. شركه جيلي من الشركات، او خليني اقول من المصنع الصيني اللي ابتدى من بدري المشوار. اول ما ابتدى ما كانش احسن حاجه، انا معترف في عربيات كتير كانت بدأ المصنع الصيني ابتدى بشكل كبير جدا في اسواق كتير. اعتقد ان السوق بتاعنا من الاسواق اللي ابتدى فيها جامد قوي. اول ما ابتدت كانت عربياتهم يعني مش بالشكل المقبول، بس طور بنفسه بشكل كبير جدا، وفضل موجود في السوق مع وكيل غبور. شركة غبور أوتو من الشركات الكبيرة جدا اللي بتعمل مجهود كبير جدا في وجود صناعة، وده من الحاجات المهمة جدا. اتنقل توكيل جيلي من شركة غبور لشركة كبيرة تانية ليها تاريخ كبير جدا في سوق السيارات في مصر، وهي شركة أبو غالي موتورز. خلال الكام سنة اللي فاتت حصل تطور كبير في شركة أبو غالي، والتطور اللي حاصل ده سواء في مراكز الخدمة، سواء في خدمة ما بعد البيع، قطع الغيار، الحاجات دي بتفرق كتير قوي في أي براند، في أي علامة تجارية تكون موجودة مع وكيل أو مع موزع معتمد أو مع مراكز خدمة معتمدة. أبو غالي موتورز بقى الوكيل الرسمي لجيلي في السوق المصري، وده مؤشر مهم جدا، لان شركة جيلي متابعهم بقالهم شوية كده في الاسواق العربية في منطقة الخليج. بدأوا ينزلوا عربيات من العربيات التقيلة، عندهم عربية كهرباء قوية بتنافس بقوة، وعندهم عربيات دخلت دبي والسعودية بقوة، وبدأت تظهر في حاجات كتير قوي. فده يخليك تشوف المصنع الصيني مش جيلي بس هو رايح فين، وده اللي احنا شايفينه في السوق بتاعنا دلوقتي. انضمام جيلي لعائلة ابو غالي اعتقد هنشوف تطور ليها بشكل كبير، خصوصا انها عندها تطور كبير جدا، واعتقد ان ابو غالي موتورز هيقدر يكمل لها معادلة ما بعد البيع. تعالوا نشوف تفاصيل المؤتمر، وايه اللي هيتم خلال الفترة اللي جاية، وايه الافكار اللي جيلي بتفكر تعملها مع ابو غالي في السوق المصري. يلا بينا. النهارده
النهارده توقيع عقد جديد بين مجموعه جيلي اللي انضمت مؤخرا لمجموعه ابو غالي موتورز، اللي هينتج عن التعاون ده اطلاق مجموعه كبيره ومتميزه جدا من موديلات جيلي بتقنيات الهاي تكنولوجي. قامت تلك الشراكة لتطابق الرؤى لدى مجموعة أبو غالي موتورز ومجموعة جيلي أوتو حول مستقبل صناعة السيارات والتغييرات السريعة والمتلاحقة في تلك الصناعة. إعطاء العملاء أفضل خبرات لاقتناء سيارة والتي تساعدهم على الارتقاء بحياتهم العملية والاجتماعية. لقد عرفت مجموعة أبو غالي موتورز بتقديم علامات تجارية متميزة بخدمة متميزة. لقد شهد سوق السيارات في مصر طفرة كبيرة في عام 2021 بالنسبة لعام 2020 بالزيادة تقدر ب 63% عن نفس الفترة للعام السابق حتى 31/8/2021. يتم توقيع الاتفاقية من الجانب الصيني أيضا. خلينا نرحب بمعالي النائب محمد ابو غالي عضو مجلس اداره ابو غالي موتورز، ومبروك العلامه. شكرا كتامر، نورتونا وشرفتونا، شكرا جزيلا. يعني سعداء بوجودكم معانا النهارده، ما فيش كلام. انت وبرنامجك مؤثرين جدا في سوق السيارات المصري، ووجودكم معانا النهارده اضافه ما فيش شك، وبتعبر عن بدايه جديده احنا عايزين كلنا نروح لها، وكلنا بنخدم المستهلك المصري في النهايه، ودي حاجه احنا بنبقى سعداء واحنا بنحاول نطورها ونعملها. النهارده انا شايف وجهه نظر مختلفه للتطور اللي بيتم في العالم كله. يمكن عملت طفره بشكل كبير جدا في اختيارك للبراندز اللي مكمل معاها والبراندز اللي بتخش مع ابو غالي موتورز، ووجهه نظر بتاعه المصنع الصيني دلوقتي بقت قويه، بقى بيفكر انه عايز ينافس بشكل كبير جدا ويوصل لاسواق جديده زي الاسواق الاوروبيه، عايز يخش بيها، فبدا يعمل عربيات بمعايير تخاطب زبون فاهم. طبعا ده اللي خلاني ان انا حاسس ان في حماس من ابو غالي موتورز، وجود علامه زي دي معاكم. تكتل صناعي ده مش بس في الصين، وعلى مستوى العالم. طبعا. انت عارف هو عنده يمتلك مجموعه من العلامات التجاريه من المصنعين الاقوياء جدا. السوق الصيني بيتطور على مدار 20 سنة وأكتر. في الفترة اللي فاتت ابتدوا يتوجهوا لمدرسة جديدة، يستحوذوا على الشركات العالمية، ولما بيستحوذوا على الشركات العالمية بيقدروا ينقلوا التكنولوجي بتاعة الشركات العالمية للسوق الصيني وفايس فيرسا، وهم طبعا بيتقدموا بخطوات متسارعة جامدة جدا. احنا بنبقى سعداء لما نشارك مع جيلي أوتو جروب، لانه هو من الشركات او التكتلات الصناعيه الصينيه الاقويه مش بس في الصين ولكن على مستوى العالم، وعندهم اجنده دوليه هيستحوذوا فعلا على نصيب كبير من صناعه السيارات في العالم في وقت قريب جدا، من 5 لـ7 سنين هيبقى ليهم كمان وضع. هم دلوقتي في وضع متميز على فكره، طبعا، ولكن هيبقى ليهم وضع اميز في الفتره اللي جايه من اللي احنا شايفينه. وفي حاجات هم بيشتركوا معانا فيها، لان لازم يبقى عندنا وجه توجههم شكله عامل ازاي، ففي نعرف حاجات هتبقى فعلا مفيده جدا لمصر ومفيده للمستهلك المصري مفيش كلام. النهارده يمكن حضرتك قلت حاجه او حاجتين بجد بحييك جدا عليهم وسعيد بيهم قوي. اول حاجه، شركه كبيره زي شركه ابو غالي موتورز ضمت علامه جديده لعيلتها كانت مع شركه اخرى، والتقدير والاحترام بنقل العلامة من شركة إلى شركة. عجبني جدا رد حضرتك على أن أولا بتشكرهم، تاني حاجة اهتميت برأيي
وخوف العميل اللي معاه العربية دي دلوقتي هيعمل ايه. وده شفناه كل طبعا التقدير لكل الشركات، لكن شفنا اللي حصل ده بعض العلامات لما بتروح من شركة لشركة بيبقى عنده مشكلة هو الفترة دي مش عارف يعمل ايه. انت طمنت النهاردة من اول يوم وشكرت الشركة ده دي، فانا بحييك جدا على ده. ده طبيعي ومنطقي لان احنا كلنا كل الشركات اللي موجودة في مصر شركات كتيرة كبيرة ومحترمة، وما فيش شك ان كل شركة بتبقى عايزة تقدم الاحسن والافضل للمستهلك المصري وللسوق المصري. كون ان العلاقة بين الشركة والمصنع انتهت هذا لا يعني ان الشركة عندها مشكلة، يجوز في عدم توافق في الرؤى للمستقبل، ده ما فيش حاجة عيب اطلاقا. وانا بشوف ان احنا بنكمل بعض وبنكمل لهدف خدمة العميل المصري في النهاية وتطوير السوق المحلي. ودي خليني اروح لسؤال ان وجهة نظر مهمة جدا، وهي اهتمام الشركات الكبيرة زي شركة ابو غالي موتورز وشركات كبيرة ان يبقى عندنا تصنيع. اهتمام سيادة الرئيس بالتصنيع المحلي والمصنع المصري، وحضرتك ذكرت ان شاء الله هيكون عندنا تجميع للسيارات دي قريب. الدولة عندها بقيادة طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا يبقى عندنا توطين لصناعة السيارات. وتوطين صناعة السيارات مش بمعنى ان انا اعمل العربية، بمعنى ان انا اوجد صناعات مغذية قوية تخدم مصر وتخدم العالم. يعني العربيات دلوقتي بقت عبارة عن منتجات بنجمعها من كل أنحاء العالم، وده لو العربية بتعمل في ألمانيا فهي قطعة غير بتيجي من تايوان. يعني موضوع السيمي كوندكتورز ده جاي من أكبر شركتين بيعملوا سيمي كوندكتورز في تايوان بالظبط، وهو ده اللي حاسين بمشكلته. فإذا إحنا لما بنتكلم على توطين صناعة سيارات في مصر فإحنا بنتكلم على الصناعات المغذية، وإن شاء الله يبقى لينا دور زي ما قلت ان احنا يبقى لينا تاثير ايجابي على الايكو سيستم كله وتنميه صناعات المغذيه عشان يبقى لينا دور في التصدير بره مصر، وده مهم جدا. يا ريت، ودي حلم عندنا ان احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اخر سؤال اتفضل. الشركه جيلي من الشركات اللي طورت نفسها بشكل كبير جدا خلال الفتره الجايه كده، ادينا شويه كواليس بقى من ابو غالي موتورز للعربيات اللي هتكون موجوده. هقول وهيتم لك الكشف مش يعني منتجات في ديفرنت سيجمنتس بجودة وتقنيات عالية جدا تخلي ما هو دلوقتي ايه اصبح عندهم عربيات حلوة في الخليج جدا جدا بصراحة، وفي عربيات جاية ما اتشافتش لسه. هو ده في كهرباء في كهرباء ده لا محالة، ده مفيش كلام. اللي انا عايز اقوله بس اتامر ايه، ان ما بقاش ان انا بشتري عربية في سعر معين معناه ان انا بشتري عربية بجودة اقل او تقنيات اقل او اطلاقا. بقى دلوقتي التقنيات في اختلاف الفئات بقت فيه تقنيات عالية، بقى فيه اسعار مميزة، بقى فيه جودة عالية. يعني ما بقاش هو دلوقتي انت كمستهلك بقى عنده المعايير كمان، تبقى عايز تقول انا في الفئة السعرية دي او دي او دي دي ستيت ملاش علاقة بجودة او تقنيات. فاللي جاي باسعار ممتازة وبتقنيات وجوده ممتازه برضه زي وعروض صيانه وضمان. عروض صيانه وضمان ده ما فيهوش خلاف واحنا الحمد لله متميزين في الحته دي، ودي اللي مطمنه ناس كتير. وطريقه اقتنائك للعربيه برضه، ما احنا انشانا شركه تمويل سيارات اسمها ابو غالي فاينانس عشان نقدر العميل بتاع جيلي وكل العملاء اللي موجودين في المجموعه يقدروا يبقى عندهم وان ستوب شوب. ده يبقى الدايره كامله في نفس المكان ان شاء الله. وان ستوب شوب تخش حضرتك تاخد، لان ما بقاش فكره ان انا محتاج احوش عشان اشتري عربيه، ده ما بقاش موجود في العالم كله. فدلوقتي اصبح برضو فكره ان انت تمول العربيه دي اصبحت بسيطه خالص، هنقدر نساعد فيه ان شاء الله. الف مبروك، اشكرك شكرا جزيلا، نورتني ودايما شكرا جزيلا تقدم ودايما اشكرك. في طفره حصلت بشكل كبير جدا، فبالتوفيق. ده بمجهود ناس تانية برضو معايا، انا مش لوحدي طبعا، ده معايا ناس اقوياء جدا، في ناس اقوى مني، ففيش مشاكل خالص طبعا. فكل ده بمجهود التيم اللي معايا. بالتوفيق ودايما نجاح لنجاح، ودايما نحتفل معاكم بعربيات جديده. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. كان من المهم جدا نعرف الفكر، خصوصا ان العربيات جيلي ماشيه في الشارع دلوقتي. طيب الفكرة هيكون عامل ازاي في الحمليه الانتقاليه، وفي نفس الوقت كمان العربيات الجديده اللي هتبقى موجوده، وخصوصا ان جيلي الفتره دي من وجهه نظري
بتنافس بقوة في الأسواق العالمية، وخصوصا في منطقة الخليج بدأ يطرح عربيات بتفاصيل وبمعايير مختلفة جدا. عشان كده معايا دلوقتي مهندس تامر قطب المدير التجاري لأبو غالي موتورز، يكلمنا أكتر إيه اللي حيتم خلال الفترة الجاية خصوصا بانضمام جيلي لعائلة أبو غالي. مبروك أولا. الله يبارك فيك ونشكركم أن أنتم شاركتونا الحدث المهم ده. الله يخليك. يمكن أول ما بدأت الكلام يتقال أن علامة جيلي اتنقلت من الوكيل القديم إلى وكيل جديد، بدأ التخوفات وبدأت الناس تقول قطع الغيار هنروح فين، هنعمل ايه، حل الأزمة دي او هي لسه مش أزمة، بس ردا على التخوفات اللي موجودة هتبقى عاملة ازاي؟ طبعا احنا في خلال الدراسة اللي احنا كنا شغالين فيها مع شركة جيلي ورأيتنا للسوق، فعلا عملنا دراسة للعربيات اللي اتباعت الفترة اللي فاتت من الوكيل السابق، ودرسنا كمان العربيات دي موديلاتها ايه، وايه منها في الضمان وايه منها خرج بره الضمان، والكيلومتر بتاعها والتوزيع الجغرافي بتاعها في اقاليم مصر ومحافظاتها المختلفة، وعملنا دراسة للقطع الغيار المطلوبة لهذه السيارات، ودرسناها مع الشركة في الصين جيلي، وعملنا الاوردر بتاعنا علشان يغطي احتياجات السوق. العربيات اللي في الضمان طبعا تظل في الضمان، هتكمل الضمان بتاعها طبعا معك. تظل في الضمان. الشريك الوكيل السابق حتى الان يعمل في خدمات بعد البيع، لانهم ناس طبعا لهم كل الاحترام والتقدير. انا بحييكم جدا على يعني نقل العلامه بطريقه طبعا محترمه بصراحه، بيقوموا بدورهم حتى الان لانهم باعوا العربيات دي للعملاء وبيحافظوا على الاسم والثقه بتاعتهم في السوق المحلي، فبيقوموا حتى الان بخدمه بعد البيع وتوفير قطع غيار والضمان للعربيات اللي موجوده حتى تتم عمليه تجهيز شبكه التوزيع الخاصه بابو غالي موتورز لنقل خدمات بعد البيع بشكل سلس وبسيط من الوكيل السابق الى الوكيل الجديد ابو غالي موتورز. تقريبا هيبقى مراكز الخدمه من امتى تبقى موجوده؟ يعني احنا بدانا بالفعل عمليه تقييم، انت اوريدي اصلا المراكز موجوده، عندنا مراكز خدمه بتاعتنا وعندنا شبكه الموزعين بتاعتنا، وعملنا كرايتيريا لتقييم مراكز الخدمه المعتمده لجيلي في مصر، وبنقوم الان بزيارتها واعدادها وتجهيزها عشان يتم كمان تعيين موزعين جداد او مراكز خدمه جديده عشان نغطي الجمهوريه مصر العربيه بالكامل، ونحقق الاستراتيجيه بتاعتنا نحو تقديم خدمه بعد البيع مماثلة لكل عملاء اللي تعاملوا مع أبو غالي موتورز على مدى 40 سنة اللي فاتوا. العربيات اللي جاية بقى عندنا في فئات الاس يو في تقريبا اكتر حاجة ولا يعني في الوقت الحالي احنا هنطرح الاس يو في، وعلى اول سنة 2022 هيبقى في العربية السيدان المشهورة بتاعتهم بالشكل الجديد بتاعها، وبندرس دلوقتي كمان ان احنا ندخل العربية الكهرباء، لان هم ايه ده السؤال، لان عندهم عربية كهرباء بالظبط يعني قوية. هم دلوقتي في الفعل العربية الاس يو في بتاعتهم في عندهم لاين بيشتغل هايبريد ولاين ناجح جدا زي ما حضرتك قلت وموجود في الخليج، وعندهم العربية الكهرباء الكومبليت اي في دي بقى احنا بندرسها وبندرس مدى مواصفاتها لمواصفات السوق المصري والطقس والحرارة والكلام ده كله، لغاية دلوقتي الدنيا ماشية كويس جدا، فبندرس امتى وازاي وبكام نطرح السيارة جيلي الكهربائية بالكامل في السوق المصري على الفترة الجاية إن شاء الله. مهندس تامر ألف مبروك، ودايما من نجاح لنجاح، وإن شاء الله عائلات أو عربات كتير تضم أو شركات كتير تضم إلى عائلة أبو غالي. أشكرك وشكرا لكم، أنتم نورتونا وشرفتونا، ونشوفكم إن شاء الله في أحداث جاية إن شاء الله. إن شاء الله بشكل عادي جدا. شكرا لك. شكرا لي. شكرا لي. كنا موجودين معاكم في احتفالية الشراكة بين جيلي وبين أبو غالي موتورز، وطبعا كلنا مستنيين كل الجديد وكل التطورات اللي هتحصل بعد التعاقد ده. سالي نور الدين، دوس بنزين. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، ووصلنا لجزء كده مش عارف كنت متردد بس لازم ناخد بالنا. اولا حادث من الحوادث القاسية جدا، ربنا يرحم يا رب المتوفي، ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب العالمين، بس درس. فالهدف من اللي احنا بنقوله ده مش بنحلل او نقول مين غلط مين صح، في حاجة حصلت غلطة أدت إن شخص يتوفى نتيجة خطأ مزدوج. الخطأ الكبير اللي حصل خلينا نتفرج حضراتكم هتشوفوه، معلش
حادث مأساوي وحادث مروري قاسي نتيجة تجاوز. أنا آسف بس في غلطة حصلت، التطورات اللي حصلت في شبكة الطرق خلتنا يبقى عندنا تقاطعات بشكل مختلف وما بقاش في التقاطع الصريح، بس ما زالت الحتة اللي بتحصل ان ممكن زي ما بنقول بالبلدي كده اخطف المنطقة دي او اخطف الملف ده في الملف ده. اللي حصل ان العربية تاني كده، خلينا نشوف ادي العربية اهي سائق العربية الحتة دي، معلش ارجع لي وقف لي بس الصورة قبل الحادثة وخلي الصورة تبقى بطيئة شوية لان هي الصورة سريعة فمحتاجين نشوف. اولا العربيات هنا اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم العربيه، وقف بقى الصوره بعد اذنكم. العربيه التقاطع ده تقاطع للي جاي من الناحيه الثانيه مش الناحيه اللي هو خارج منها، اذا اللي جاي هو اللي بيلف ويرجع مفيش خروج. الفكره بقى ان العربيه اللي حضرتك بتقطع الشارع دي، معلش لو كبرنا الصوره حبان اكتر، العربيه اللي بتقطع الشارع هي بتقطع الشارع عشان تقطع للحته اللي قدام، ده مش موجود يعني ده اصلا غلط. فاللي جاي من الناحيه الثانيه عمره ما متوقع ان في حد بيقطع الطريق بالعرض بالظبط كده، ده اول غلطه. الغلطه الثانيه سائق العربيه النقل سرعه جنونيه، اعتقد السرعه اللي كان سائق بيها، بص الحادثه هتحصل الله يرحم يا رب المتوفي ربنا يرحمه، السرعه مش طبيعيه لدرجه، لا خلي الصوره كبيره خلي الصوره كبيره، بص لدرجه انه هو واخد العربية وخد العربية النقل اللي واقفة تاني في التقاطع، بص واخدها معاه كمان خلاها تلف، بص السرعة سرعة عربية النقل خلاها تلف، بص العربية النقل لفت وشها لف العكس وطلعت فوق الرصيف والناس اللي واقفة وفي كشك كمان قاعدين، الناس دي جالها حالة ذعر. انتوا متخيلين يا جماعة؟ معلش انا اسف استاذ خالد ترجع لنا من اول العربية النقل ما خبطت العربية، بص السرعة حتى هو دايس فرامل، هو ده اللي بنقوله عربات النقل يا جماعه السرعات العاليه، حتى لو العربيه غلط، انا ما بتكلمش دلوقتي على خطا العربيه اللي بتقطع الطريق عشان الناس هتيجي تقول لي يعني انت سايب، لا انا مش سايب الغلط، الغلط معروف والراجل توفى، بص السرعه ودت العربيه لفين، كل ده هي شايله العربيه قدامها مكمل مكمل، وهو ده العربيه النقل اهو بيدوس فرامل لسه دايس فرامل دلوقتي، خلي بالكم ارجع تاني معلش في حاجه شفتها مهمه قوي الفرامل، بص هو كل ده لسه ما كانش داس فرامل، بص عربية النقل نور الفرامل ما نورش، كل ده هو خبط وكل ده اهو داس فرامل، خد معاه العربية النقل التانية اللي واقفة الصغيرة، بص عربية النقل لفت كلها، انت متخيل الخبطة؟ انت متخيل الخبطة قد ايه يا جماعة؟ بص الخبطة عملت ايه؟ انا مش بلوق يعني دلوقتي، انا مش بقول مين صح ومين غلط، مش بقول ان العربية الالنترا مش غلطان، هو طبعا انا يعني الجزء بتاع انه قطع الطريق غلط ده غلط، وده في الاخر ادى الى ان الراجل توفى الله يرحمه يا رب ويصبر اهله، الله يرحمه ويصبر اهله، فخلاص. بس في نفس الوقت في علامة تانية، في سرعة قصوى حصلة، ايه ده؟ ايه الجري ده؟ ايه الجري بالعربية؟ ايه ده؟ مش بقول ان انه طريقه، هيطلع واحد يقول لي يعني هو عشان ماشي صح ماشي صح، بس سرعه كبيره جدا، مستحيل في منطقه سكنيه تكون عربيه نقل ماشيه بالمنظر ده، حتى لو العربيه الالنترا دي ما كانتش قطعت الطريق في وشه، العربيه النقل اللي كانت واقفه هناك دي لو طلعت قدامه بالسرعه اهي العربيه اللي ظهرت دلوقتي دي، العربيه دي هو خبطها هو كمان، بصوا طلعه فوق الرصيف اصلا. يا جماعه النقل النقل لازم يحصل عليه رقابة كبيرة كبيرة كبيرة، حوادث النقل كلها حوادث مأساوية، مش معنى كده ان كل سواقين النقل وحشين، بالعكس في ناس محترمة وبتلتزم، بس للأسف الصورة اللي مش صح هي اللي بتبان. حادثة مرعبة، حادثة مرعبة فيها كذا عنصر، فيها يقول لنا خلي بالك الحتة اللي ممكن تخطفها عكسي ممكن تضحي بحياتك، تعرض حياتك انها تروح، الحتة اللي انت هتاكلها عكسي دي لان اللي جاي مش متوقع ان انت تعمل القطعة دي خالص، واللفة بعدها يعني اللفة مش بعيدة، اللفة بعدها ربنا يا رب يرحمه ويصبر اهله.
في نفس الوقت كمان السرعة زيادة. يا جماعة دي منطقة سكنية، منطقة وارد يحصل أخطاء، وارد يحصل مخالفات مرورية، بس مش كارثة زي دي. تخيل العربية النقل، بص السرعة عاملة ايه، شايلة عربية قدامها ومكمل، وخبط في عربية نقل ومكمل، وقف بعد الكلام ده كله. حادثة مأساوية وجعت قلبي بصراحة، وخوفتني، في التجاوزات بتاعت السرعات. عشان كده مش عايز الاقي حد يقولي اصل الرادارات الكتير، لا انا خلاص ملناش حل بكل الرادارات دي، ولسه ناس بتتخالف. العربات النقلة يا جماعة ارجوكوا محتاجين رقابة عليها كبيرة جدا. العربات اللي ماشية بالليل من غير نمر وبتستغل فرصة انها وسط مناطق سكنية، فممكن ما يبقاش فيه اكمنة او لا، لازم عقاب كبير، لازم تخضع للقانون. ما ينفعش حياة الناس تروح كده، ما ينفعش. حتى لو ماشي في طريقه مظبوط مش معترض، بس السرعة كام؟ انت ماشي بسرعة كام دلوقتي اللي تخليك تعمل حادثة؟ يمكن لو كانت سرعتك اقل، مفيش حاجة طبعا، ده كله قدر وربنا كاتب لنا كل شيء، بس الواحد بيقول ايه، يمكن لو كانت السرعة اقل ما كانش حصلت الحادثة بالحجم ده كله. خلي بال حضراتكم، وخلي بالكم وانتوا سايقين، وخلي بالكم من حكل بس الحتة دي بسرعة بلاش. شبكة الطرق الجديدة سلسة، عندك الملفات هتسهلك، بدل ما انت كنت تقطع الطريق هتطلع تلف كويس وتدي اشارة وتخش الشارع بتاعك وانت مرتاح. الدقيقة ولا الدقيقتين مش هما اللي فارقين معانا قوي دلوقتي، ما وصلناش بالمرحلة ان احنا ماشيين بالثانية والدقيقة مع بعض في التعاملات بتاعتنا، فمش هي الحتة دي اللي هتفرق عشان خاطري. وربنا يحفظ كل الناس. وتاني خالص تعزينا لأسرة المتوفي في هذا الحادث المأساوي، ربنا يا رب يصبركم ويرحمه ويجعل مسواه الجنة. وخلي بالكم أرجوكم، واعذروني ان انا بعرض حاجات زي كده، بس لازم نشوفها، لازم ناخد بالنا، لو ما عملناش كده مش هناخد بالنا. بشكر حضراتكم جدا، خليكم دايما متابعينا على السوشيال ميديا، الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك برنامج دوس بنزين مع تامر بشير، وصفحة قناة تن، اما على الانستجرام الاكاونت بتاع تن تي في وتامر بشير. خليكم دايما موجودين معنا ومتواصلين مع بعض. اشوفكم في حلقة جديدة، وتصبحوا على خير.